وأعظم أيضا ليلة بعد ليلة القدر في رمضان هي آخر ليلة في رمضان، بل بعض أهل العلم منهم ابن رجب قال إن الله يعتق في آخر ليلة من رمضان ما لم يعتقه في رمضان كله. فلذلك هذا الشهر نعمة من نعم الله عظيمة. أنا البارح كنت في جامع الراشدي وقلت الله سبحانه وتعالى شرفنا بليلة عظيمة، هذه الليلة هي نزول القرآن. طبعا بإجماع أهل العلم أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ونزل من السماء الدنيا على النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة كما جاء أيضا وهو معروف منجما على النبي متواترا، هذا لا خلاف فيه. لكن الفكرة وينها فيه؟ جبريل لم ينزل. هذه قضية لازم تفهم، ولازم ندرك شرف هذا الشهر، ولازم ندرك شرف هذه الليلة، ولازم ندرك شرف هذا القرآن. حنا أمة القرآن أحيانا ما نعرف قيمة القرآن. القرآن نزل به جبريل فأصبح أفضل ملك، ونزل به على قلب محمد فأصبح أفضل مخلوق، ونزل به في شهر رمضان فأصبح أفضل الشهور، ونزل به في ليلة القدر فأصبحت أفضل الليالي. ووالله لو نزل هذا القرآن في قلبك نزول إيمان وفهم وعمل وتدبر لأصبحت أفضل خلق الله.